طبعا كيكونوا جوج ولا ثلاثة اللي هما صحيحة ورب مبدئيا في العمل اللي قمتي به. أنا بغيت نقول لهاد الناس، واش اليتيم ماشي من الطبقة الهشة؟ واش اليتيم ماشي من حقه؟ أنا ما عنديش مقر، كنت كنتمنى هما اللي حتوني أنني نحط الملف. حطيت الملف باش يضحكوا عليا. عندي مقدمة لهم 561 يتيم. إيوا من بعد كاينة جمعية اللي ما أنتم كتذكروا غير جمعية اللي فيها يعني مقبورة ومغبورة، والجمعية اللي عاد تحطت لها الملفات ما كتهضروش عليها. راه كاينة ملفات، أنا نهار اللي كان آخر يوم تلاقيت هنا في الدايزة وتلاقيت جمعيات كتجمع الملف كتجري على الملف. إيوا من بعد علاش تحطت لها الدعم؟ واش على مهرجان أو لا ماشي تا مهرجان، على عمل واحد تعطات 3 المليون، على 10 الأنشطة زائد مهرجان تعطى زيرو ديرها معلاش؟ وديك الأسئلة البيخة اللي كيطبقوها علينا ما كيفاش، واش حنا هبال ولا شنو؟ واش أنا كنت نصحابي يطرحوا عليا ديك الأسئلة الناقصة المنقوصة والله ما نجلس حداهم. شي كيقول لي ما عندكش الحق تدخل المدارس تسجل الايتام، مع العلم انني دخلت طرقت الباب ديال المندوب وزاره التربيه الوطنيه وشرفني وعطاني القرار انني ندخل المدارس، ودخلت المدارس تعاونوا معايا المديرين، ويجي واحد يقول لي ما عندكش الحق تدخل من المدرسه المدارس تجمع الايتام. علاش شمن قانون ديالو هذا؟ واش هكا كتناقش الامور؟ بعدا صيبتهم فيهم النعاس صراحة. أنا جيت في واحد الوقت اللي كان 7 العشية صيبتهم كاملين فيهم النعاس، وكنقولها وكنأكدها. شنو باغيين؟ علاش ما تحرمنا؟ ما غنقولش أنا كلشي كيخدم، واللي جا لهنا راه قلبو حرقة راه هو تا هو خصو يتمنع. يا اما يعملوها لنا صراحة ويحطوا قدام الرأي العام كامل نمن هاد المنح كتعطى، وتعطات ما تعطاتنيش وانا مأمنة ان اللي داها احق اهلا وسهلا. اما تبقى تدوزها كامل تحت ومن الفوق طايرة وعبر الفضائيات فكنقول لهم لا. وما عنا نزيدش نقول انا شنو عملت، مع نقول لهم بعيد على الاشناب ديالهم تنقول لهم انا شنو عملت. اللي عملته الله سبحانه وتعالى يتولى الاجر ديالو، لكن غير يعملوا لنا كاملين بنا يقولوا لنا كيفاش عندهم المعيار، من اللي يحطوا هذا يقولوا لنا المعيار ديالو باش نكونوا حنا مطمئنين. واقول قولي هذا.